ثمة برامج ارتبطت بقدوم شهر رمضان المبارك، ومنها برامج المسابقات، فلا تكاد تخلو شاشات القنوات المحلية والعربية من وجود برامج أو أكثر من برنامج للمسابقات في رمضان. قناة زاغروس سلطت الضوء على هذه البرامج وقدمت برنامج اربح مع زاغروس، والهدف منه هو إيصال المعلومة للمشاهد من خلال الأسئلة المنوعة، وكذلك تقديم الجوائز للمشتركين في هذه البرامج للمساعدة وتقديم المعونة لهم في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي يمر العالم به بسبب أزمة كورونا. فكرة البرنامج والذي تقدمه الزميلة مروة السعدي هي التجوال في مناطق بغداد قبل الإفطار وعمل مسابقات مع المواطنين، أسئلة وأجوبة ونصائح عامة لتزرع البسمة على شفاه المشاركين والمشاهدين رغم كل الظروف الحالية.